رونالدو ما فيش شك يعني ما فيش شك ان رونالدو مع الاطفال بالذات بيعرف يعني بيعرف يتعامل معاهم. في لقطه اكتر من لقطه بتقول كلامي او بتقول الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده، ان رونالدو على مدار تاريخه عمره ما كسف ولد صغير وعمره ما تعالى على ولد، وبالعكس بيكون لي مواقف عديده جدا. فبالتالي الولد الصغير حاطط على التيشيرت بتاعته من قدام رقم 7 ورونالدو، بياخد القلم بيروح لرونالدو ورونالدو بيحقق له امنيته. طبعا في طبعا هنا الامن بيحاول ان هو يمنع الطفل من ان هو يروح لاوتوبيس الفريق، لكن سيبالوس بياخد الولد. وطبعا يعني طبعا اكيد هو استغل الفرصه انه مضى على تيشيرتات او التيشيرت الخاصه بيه مضى عليها لاعبي فريق ريال مدريد، لكن يبقى النجم الاكبر كريستيانو رونالدو. هو ده النجم اللي كل واحد زي ما انا قلت بيحاول ان هو يقرب منه او يمضي ليه على يعني الولد. اكيد يعني فرحه كبيره جدا جدا على وجه اللاعب على وجه الطفل الصغير ان كريستيانو رونالدو هيحقق له حلمه وهيمضي له على التيشيرت. اكيد يعني نجم كبير، يعني اكيد كلنا يعني نتمنى ان احنا في يوم من الايام يعني يكون ما بيننا وما بينه لقاء. استاذ محسن لملوم هو الوحيد اللي في مصر لحد دلوقتي يعني من الصحفيين اللي عمل حديث مع رونالدو، كان اتكلم معايا بالرغم انه كان حديث من فتره طويله جدا، لكن طبعا بيتكلم معايا لانه شخص بسيط جدا. بالاتفاق في اوروبا كل حاجه ممكنه، كل حاجه ممكنه في اوروبا، الموضوع بيبقى اسهل بشكل كبير جدا. طول ما في اتفاق انت ممكن تقابل اعظم نجم في العالم، مفيش حاجه اسمها